السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، درسنا لهذا اليوم تكملة حل الأسئلة الموجودة في كتاب التمارين صفحة رقم 47. Open your box page number 47. Exercise F. Read and write. اقرأ واكتب. نقرأ القطعة، وبناء على هذه القطعة بالاستعانة بالصور راح نحل الأسئلة الموجودة أمامنا. نقرأ القطعة مع بعض. My father was a farmer. We had dogs and horses, a puppy and goats. I had little pony. إذا نعيد القطعة كمان مرة. My father was a farmer. We had dogs, horses, a puppy and goat. I had a little pony. والده مزارع، لديه في المزرعة الكلاب والأحصنة، ولديه أيضا كلب صغير جرو and goat الماعز، ولديه أيضا حصان صغير يسمى مهر. ننتقل إلى حل الأسئلة. Question number one. There was. نلاحظ أو نتذكر القاعدة مع بعض. Was مع المفرد، والنفي منها wasn't، where مع الجمع، والنفي منها weren't. Was، نرجع للقطعة. There was a little pony and a puppy. Number one, write a puppy and little pony. تكملة الجملة on the farm. هاي question one. Number two. There wasn't. لم يكن لديه a TV. ما ذكر في القطعة الموجودة أمامنا TV. إذن there wasn't a TV on the farm. They had. A question number three. They had dogs and horses. إذن number three. They had horses and dogs. ولحظة نكمل الجملة. On the farm. ننتقل إلى number four. They didn't have a cat. لم يذكر أيضا cat في القطعة. They didn't have a cat. ونكمل الجملة on the farm. إذا number one a puppy and little pony. Number two a TV on the farm. And number three horses and dogs on the farm. النقطة الأخيرة number four a cat on the farm. هاي حليتها بشكل بطيء حتى يتمكن الطلاب من الحل معي. ننتقل إلى السؤال التالي. Page number 48. Find the missing letters. Write the words. عندي كل كلمة فيها أحرف ناقصة. طبعا هي من حروف العلة. والأحرف موجودة معي هون. بدي أستعين بهذه الأشكال حتى نكمل كتابة الكلمة بشكل صحيح. Number one. What this? Look at picture one. This garden. Garden حديقة. الأحرف الناقصة شكل المربع A، مثلث O، والمعين E، وآخر إشي عندي شكل النجم ستار I. رح نستعين بهذه الأشكال ونكمل كتابة الكلمة بشكل صحيح. Number one. Garden. نحل مع بعض. Number two. What this? This roof. سقف. إذا number two. Roof. Number three. What this? This chimneys. chimney اللي هي مدخنة.
chimney مدخنة. Number four nest عش nest عش nest. Number five swing swing أرجوحة swing أرجوحة. Number six wall حائط wall. Number seven floor دي أرضية floor. نعيد الكلمات مرة أخرى. Number one garden two roof three chimney four nest five swing six wall seven floor. انتهينا من السؤال وننتقل إلى السؤال التالي. read draw and color اقرأ ارسم لون. question number one my grandfather had a small old house. حكينا إنه بيت جده هو بيت قديم وصغير. It had red roof. إذا لديه أرضية سوري roof لديه سقف لونه أحمر. إذا هنا red أحمر. And two tall chimneys لديه مدخنتين كبيرتين. نرسم مع بعض ونلون. إذا لون السقف لون أحمر وارسم مدخنتين. It had little window and big green door. باب كبير لونه أخضر. لون هون أخضر الباب. وشباك صغير. نعيد كمان مرة. roof السقف لونه أحمر وأرسم مدخلتين. والباب لونه أخضر وحجمه كبير والشباك صغير في هذه الصورة. Number two grandpa had a pretty garden. لديه حديقة جميلة أيضا. There was a swing in the tree. لديه أرجوحة على تلك الشجرة. There was lots of flowers. إذا بدنا نرسم مع بعض swing. أنا مش كثير بالرسم فأكيد أنتوا أشطر مني. Swing نرسم كمان مجموعة من الأزهار أو الكثير من الأزهار. نرسم هنا أزهار flowers. ننتقل على آخر نقطة. النقطة الأخيرة. Grandpa had a car. It was very old. لديه سيارة قديمة. Slow and noisy, but it was beautiful. It was red and black. جده لديه سيارة قديمة وبطيئة ومزعجة لكنها جميلة. ولون السيارة red and black لونها أحمر وأسود. بدنا نلون مع بعض يا ثالث وبدي أشوف طبعا نتائج الحل والرسم والألوان على الواتساب. ننتقل إلى السؤال التالي. page number 49 Did she have a bike? Sorry, look and write. انظر واكتب. Picture number one. Did she have a bike? هل لديها bike? ننتبه للصورة. Yes, true. إذا الإجابة yes, she did. Number two.
did she have a computer? هل لديه كمبيوتر؟ ننتبه، في عنا هون إشارة X. Did she have a computer? No. إذن no she didn't. النفي من did didn't. نحل مع بعض number two. هون exercise I. Number two. No she didn't. Number three. Did he have a what this? This radio. إذا عندي number three بدي نكتب تكملة السؤال ونكتب الإجابة. Did he have a radio? X. إذا no he didn't. Question number four. إذا بدي أكمل السؤال نكتب الإجابة الصحيحة. Did she have a horse? No. No, she didn't. Did she have a horse? إجابة no. إذا no, she didn't. هاي بدي أفتح مجال للطلاب حتى تنقل الإجابة بشكل صحيح. ننتقل إلى السؤال التالي. Look, read and write through. بناء على الصورة بدي أختار الإجابة الصحيحة. Question number one. Look at picture one. What this? This part on the farm. And this horses. وعندي إشارة true. There were horses on the farm. Or there weren't horses on the farm. بتطلع على الصورة. إذن yes. There were horses on the farm. المزرعة بها أحصنة. Horses. إذن إشارة صح في المربع الأول. Number two. Look at picture two. They were at their grandma's house or they weren't at their grandma's house. No, weren't. إذن الإجابة الصحيحة they weren't at their grandma's house. إذن إشارة صح في المربع الثاني. ننتقل إلى number three. They were watching a movie at home or they weren't watching a movie at home. Yes. إذن الإجابة الصحيحة في المربع الأول. They were watching a movie at home. Number four. He was at the pool or he wasn't at the pool. Yes. الإجابة الصحيحة he wasn't at the pool. بتمنى تكون الأسئلة واضحة للجميع. الحصة القادمة إن شاء الله رح نحل أسئلة فونكس ورح نأخذ أيضا كمان ورقة عمل. يعطيكم العافية.